تعرفي يا بابيتا، ميت هدى. بعتت لك هالدواء لأنه بتعرف راسك رح يجعك. تفضلي خدي نفس الدواء تبعك. أنا مهما حاولت أكرهها لميت هودة ما عم بقدر، لأني هي بتحس بالناس وبتخاف على اللي بخصوها وبتفكر بالكل وبتحس فيهم. أنا اسمي ميت هودة، وبصفتي المديرة التنفيذية لمجموعة شركات أهلوات برحب بجميع المستثمرين بهاي القاعة. مدام ميت، نحن لازم نبلش اجتماعنا مع المستثمرين بسرعة. انتي ليش بالشركة؟ حضرت الملفات، أكيد انتي رح تحتاجيهم. هي البيانات، فيها جميع منتجاتنا بآخر 25 سنة، وهاد الرسم البياني، وهذا تقرير أدائنا بمجال المبيعات، وعندك هون التقارير الشهرية، وكمان لازم تشوفي الخطط الإعلانية لكل شركة. أنا ما عم بسألك عن هاي البيانات، أنا سألتك شو اللي جابك. أنت شو عم تعملي هون بهاي الشركة؟ مدام، يعني الوحدة شو بتعمل بشغلة؟ تشتغل صح؟ وأنا هيك عم ساوي. روحي قبل ما أشوفك أخوك ميت هون بالشركة، وإلا ما بتعرفي شو ممكن يعمل. أنت عندك فكرة أنه هو أخذ منك موقف وكرهانك؟ لا لو سمحتي مدام. طيب ليش هالإصرار بإني أترك الشركة؟ لازم تعرفي إني تعينت موظفة بمجموعة الشركات تبع أهلي. عن جد؟ ومين اللي عينك يا معصوم؟ أنا. وبتمنى ما يكون عندك مشكلة بالقصة. أنا اللي عينت أختي لكل المجموعة. وأنت ليش هيك تصرفت؟ أختي معصوم عندها خبرة بهي الشغلة، وفيكي تتعلمي كتير منها، واعتباراً من هاليوم برأيي لازم تخليها طول الوقت معك، أحسن ما تبلشي تعملينا مشاكل. هي رح تساعدك بكل شيء. يا خالي انت شو عم تحكي؟ انت بتعرفي معصوم شو عملت فيني؟ معصوم اتفقت مع مانوشي علي وانا فقدت ابني بسببهم، وبدك مني وظفها هون؟ لا هاد الشيء مستحيل. اهدى شوي يا روحي وفكر معي بالقصة، وركز بس بالهدف النهائي، وبلا ما تفكر بعواطفك هيك. انت لازم تفكر بعقلك لتقدر تربح. وانت شو يلي بدك اياه؟ مو انك تنتصر عليهم؟ انا بسببها خسرت ابني، فهمي علي اذا سمحت. بس كمان ميت هودة خسرت ابنها بسبب معصوم، ولا أنا غلطانة بحكي؟ وهي كمان بتكرهها. فكر بس قديش رح تتوتر بس تشوفها. ويمكن أنت ما بتعرف إنه ميت هودة هلأ سكنت معصوم ببيت أهلها. وبرأيك ليش هيك عملت؟ وشو هدفها؟ ميت هودة عندها خطة عم تشتغل عليها، بدها تسيطر على أبوك وأمك وتاخد كل شي لإلها. ومصلحتها إنه أختك تضل بعيدة. إذا فكرت بهي النقطة رح توضح الصورة قدامك وتفهم هي الخطة. لهيك انت لازم تفشي للخطة تبع ميت هودة وتوظف اختك. على الأقل بتضل ميت هودة تحت عيونك بالشركة وماسوم بتراقبها. مدام، المستثمرين ناطرينك بقاعة الاجتماعات، بدك أي مساعدة بخصوص الكلمة اللي رح تلقيها هنيك؟ لا، قليلي معصوم. ليش عم بتضلي تقليلي مدام؟ لأنك مديرتي وأنا هلأ مساعدتك، وما في أي اعتبارات بالشغل، ونحن بالشركة ولازم احترمك.
مرت عمي، معقولة أنت ما تحسنتي بعد ما أخدتي الدواء؟ ولسه إلك عين تجي لهون على غرفتي؟ قلي لي شو بدك كمان؟ شو جاية تعملي؟ شو لسه جاية تعملي مشاكل جديدة بالعائلة؟ ولا كمان بدك نقسم البيت؟ أنا ما كان بدي يصير كل هاد من الأساس. يا عيوني، ابنك اللي إجا لعندي وطلب إيد بنتي مني وما حدا جبره على هذا الحكي. وبالنسبة لهي المشكلة الأخيرة، أنا مو سبب الشغلات اللي صارت بيناتكم، زوجك راج فاردان هو السبب. أكيد هو اللي اختار ميت هودا وفضلها على ابنه، وهو اللي قسم هي العيلة. أختي بابيتا، فهمان الحالة اللي أنت فيها ومقدرة وضعك، وصدقيني أنا قلبي معك. قلقك على شغل عيلتك اللي أنت وزوجك بنيتوه من الصفر وتعبتوا عليه، ممكن يضيع بكل سهولة. وبسبب مين؟ بسبب بنت ما عندها خبرة. ميت هودا ما عندها خبرة بالشغل وممكن تخربه كله. هي بالأساس ما بتفهم بشغل الشركات لحتى تصير مديرة هيك شركة كبيرة، وهي الشغلة اللي خوفتك وخليت راسك يوجعك لهي الدرجة. مرت عمي، لا تخلي حكي يضايقك، ما عرفنا امتى راسك هدي من الوجع. خلص. راسي من اول اليوم ما هدي، لكن يمكن انا ما بحبها لهي المره. بس اذا بدك الصراحه، الحكي اللي قالته صح. الان كثير من وجود ميت هودا بالشركه، عمك راش كلفها بمهمه اكبر من امكانياتها، وهو من جوا عرفان انه عم يغامر، ويمكن العواطف اخذته بهديك اللحظه. بس الكارثه هلا انه ميت هودا اللي ما بتفهم بالشغل صارت هي مديره الشركه، وهذا ممكن ياثر كثير على مصدر رزقنا. وصح انا كل قلقي من هي الشغله، لانه متوقعه رح تصير كارثه كبيره. هي ما عندها اي خبره بالاداره، عمك كان لازم ينطر عليها لحتى تتدرب قبل ما يحطها بهذا المكان. قله الخبره ممكن تخرب الدنيا كلها فوق راسنا. من زمان كان بدي وظفها عندي بالمحل مشان تبيع للزباين مع الصبايا اللي هنيك. أنا ما كان عندي ثقة إنه رح تنجح بهيك شغل أبداً، لأنها كتير عنيدة وما بتسمع كلام حدا. متخيلة هالشي؟ ونحن هلأ عم نحكي عن إدارة أكثر من 4 شركات مع بعض، وهي بلا خبرة ولا تجارب، وبدنا منها تنجح بهيك شغل؟ لا، أكيد رح تفشل فشل كبير.